لا تو ولاية النيل الأزرق وشمال وغرب دارفور الجدد يؤدون القسم. الفرقة الزرقاء تواصل مناوراتها بالجوهرة الزرقاء. الإصابة تبعد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن باقي مباريات يورو 2020. كانت تلك العناوين، مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم ولاة ولايات النيل الأزرق وشمال وغرب دارفور بحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ورئيس القضاء بالإنابة مولانا عبد العزيز فتح الرحمن ومني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور. وقال والي النيل الأزرق أحمد العمدة في تصريح صحفي إن تكليفهم لقيادة هذه الولايات يأتي تنفيذ الاتفاق جوبا لسلام السودان، مبينا أن ولاية النيل الأزرق عانت كثيرا من ويلات الحرب، معربا عن أمله في أن يخلق اتفاق جوبا بيئة جاذبة للعيش الكريم لإنسان الولاية. وأضاف أن أولوياته للمرحلة المقبلة تتمثل في بناء مؤسسات الحكم الذاتي وتنفيذ اتفاق السلام والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بجانب قيادة مصالحة شاملة لكل مواطني النيل الأزرق وتخفيف الضائقة المعيشية على مواطني الولاية. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق الركني ياسر العطا بمكتبه بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بحضور ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة. وقال اللواء الركن الخير عبد الله إدريس ممثل قوات الدعم السريع في تصريح صحفي إن الاجتماع استمع إلى تنوير من عضو مجلس السيادة الفريق الركني ياسر العطا حول أهمية القرار الذي أصدره النائب الأول رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دغلو رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بتكوين قوات مشتركة قادرة على حسم التفلتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات. أكد أن الاجتماع أمن على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوى المشتركة في المركز والولايات حتى يتم بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون والسلم والأمن المجتمعي. انعقد برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع المشترك بين حاكم إقليم دارفور السيد مني أركم الناوي وفريق العمل المكلف بتسريع إجراءات خروج بعثة اليوناميد، حيث قدم عميد شرطة دكتور محمد أحمد أبكر رئيس فريق تسريع الإجراءات تنويرا أبان فيه المهام التي يطلع بها الفريق وأهمها الإشراف على خروج آمن وسلس لبعثة اليوناميد من إقليم دارفور. وأوضح أن الفريق قد أشرف على استلام 14 موقعا في ولايات دارفور الثلاث والتي آلت منافعها ومعداتها لصالح مواطني تلك الولايات. وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم في زيارة قصيرة. كشف صحيفة الجمهورية المصرية اليوم الاثنين عن أن وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم وصل إلى القاهرة على رأس وفد من الخرطوم في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات يغادر بعدها إلى روسيا الاتحادية. أشار إلى أنه من المقرر أن يشارك وزير الدفاع السوداني خلال زيارته إلى روسيا في فعاليات مؤتمر الأمن الدولي التاسع والذي يعقد الثلاثاء في موسكو وحتى 24 من يوليو الحالي. أوضحت أن المؤتمر سيناقش قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي في أوروبا وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط، كما ستكون قضية مشاركة الهيئات العسكرية في مكافحة فيروس كورونا قضية مستقلة لمناقشتها خلال الفعاليات. أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن انخفاض عدد البلاغات اليومية لحالات كوفيد 19، حيث سجلت ولاية الخرطوم 3 حالات من إجمالي 17 حالة في كافة أنحاء السودان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، حيث بلغ عدد حالات الكورونا منذ بداية الجائحة. وطلبت اللجنة بضرورة اتباع كافة الاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام المعقمات والتباعد الاجتماعي ورفع درجة الوعي للمواطنين.
ونوه الاجتماع إلى ضرورة إلزام كافة المعامل الحكومية والخاصة بالزمن المحدد من قبل إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم لرفع التقرير اليومي حتى يتسنى للإدارة القيام بدورها كاملا مع التنبيه المستمر لكافة المعامل برفع بيانات المفحوصين بصورة كاملة. حثت شعبة المخابز بالخرطوم على إعادة النظر في تسعيرة الخبز المدعوم من أجل تفادي خروج المخابز من دائرة الإنتاج. وقال الأمين العام لشعبة المخابز الباقر عبد الرحمن حسب وكالة السودان الرسمية الاثنين إن الزيادات التي طرأت على الدقيق المدعوم من قبل شركة الخرطوم للأمن الغذائي بواقع 100 جنيه للجوال الواحد بمنشور صدر منها دون الرجوع للجنة التكلفة التابعة للولاية. أوضح الباقر أن تكلفة الخميرة ارتفعت إلى 16,000 جنيه للكرتونة بجانب زيادة في أسعار الغاز من الشركات دون الرجوع للجنة. وأردف هناك زيادة في أسعار الزيت والكهرباء والمياه وإيجار العقارات والعمالة. وأعلن الباقر عن خروج 400 مخبز من الخدمة لاعتماده على الجازولين الذي تم تحريره في ظل تسعيرة الخبز الحالية. وأضاف هناك مخابز خرجت عن الخدمة لانقطاع التيار الكهربائي بسبب صعوبة عمل المولدات بالوقود لتحريره. رياضيا، وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة الخرطوم عائدة من الدوحة بعد التغلب على المنتخب الليبي بهدف محمد عبد الرحمن. وتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العرب فيفا. وجدت البعثة استقبالا كبيرا بانتظارها تقدمه الفريق أو الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة والدكتور يوسف آدم الضي وزير الشباب والرياضة الاتحادي وعدد من قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم. وتم استقبال البعثة بصالة الكبار الزوار وتم تبادل الكلمات من جانب الوزير برجو واللواء عامر وتمحورت حول الإشادة بالروح والأداء والوعد بالدعم لمواصلة النجاحات في الفترة المقبلة. رفع فريق الكرة الأول بنادي الهلال من نسق التدريبات صباح اليوم الاثنين وأجرى حصة تدريبية قوية عند الساعة 7 صباحا تحت إشراف طاقمه الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو وبمشاركة 21 لاعبا. المران اشتمل على تفكيك العضلات وتدريبات بدنية خفيفة والجري حول الملعب. ومن ثم أخضع مدرب الأحمال اللاعبين لتدريبات لياقة متنوعة بالكرة في شكل مربعات وتمرير الكرة من لمسة واحدة وأحيانا من لمستين والضغط على حامل الكرة. كما ركز على تدريبات استخلاص الكرة من المهاجمين. في الجانب الآخر حراس ثنائي الفريق جمال سالم وكيدابا لتدريبات متنوعة بين الخشبات الثلاث. ريكاردو قسم اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية. ومن ثم اختتم التدريب بتقسيمة في نصف الملعب شهدت نادية كبيرة بين اللاعبين. هذا وسيواصل الفريق تدريباته في ذات التوقيت صباحا وينتظر أن ينتظم الدوليين بعد عودتهم من العاصمة القطرية الدوحة رفقة صقور الجديان. وشهد المران الأمس عودة نزار حامد. في الشأن العالمي أكد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا أن مشروع دوري السوبر لكرة القدم المثير للجدل لا يزال على قيد الحياة رغم التنديد به على نطاق واسع باعتباره انفصاليا عن الكرة الأوروبية. وقال لابورتا إن المشروع على قيد الحياة وذلك من خلال اجتماع أعضاء النادي حيث زعم أن المسابقة ستدر أرباحا بما لا يقل عن 700 مليون يورو و 800 مليون دولار في الموسم الواحد لبرشلونة رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجماهير والأندية المنافسة. أصر لابورتا على أن دوري السوبر سيعني الاستدامة المالية للأندية ويجعل المنافسة أكثر جاذبية. وأضاف لا ترغمون على الاعتذار عن التفكير في مسابقة أو تنظيمها أو عن رغبتنا في أن نكون أسياد مصيرنا في عالم كرة القدم.
سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن باقي مباريات يورو 2020 بعد إصابته خلال مواجهة الميجر الأخيرة بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الاثنين. كان ديمبلي لاعب برشلونة الإسبانية البالغ 24 عاما والذي يعاني دوما مر الإصابة، قد دخل كبديل ضد الميجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددا. وكشفت الفحوص الإشعاعية الأحد تأخرا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة بحسب اتحاد بلاده. وكتب الاتحاد بعد الاجتماع باللاعب والطبيب فرانك لوغال، أحيط المدرب ديدي ديشان علما باستبعاد اللاعب. سجل دامبوز هدفا في مواجهة ويلز ودخل كبديل في مواجهتي ألمانيا والمجر التي انتهت بهدف لكل في النهائيات القارية. ولن يكون بمقدور ديشان استبدال ديمبلي في النهائيات الحالية حسب النظام. انتهت الأخبار وهذا تذكير بالعناوين. ولاة ولايات النيل الأزرق وشمال وغرب دارفور الجدد يؤدون القسم. الفرقة الزرقاء تواصل مناوراتها بالجوهرة الزرقاء. والإصابة تبعد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن باقي مباريات يورو 2020. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.